تشهد جامعة الفرات في دير الزور أسوأ أحوالها بعد قصف النظام وحلفائه لمعظم كلياتها ولجوء الطلبة من جميع الاختصاصات لإكمال دروسهم في كلية الزراعة فقط. عدة مشكلات يعاني منها الطلاب الذين تحول تخرجهم في الجامعة حلما لا يستطيعون الوصول إليه في ظل هذه الظروف الراهنة. نتابع. هذا ما تبقى من كليات جامعة الفرات في دير الزور بعد أن دمر قصف النظام وحلفاؤه معظمها أو استولوا عليها. مصادر خاصة من قلب المدينة قالت لتلفزيون سوريا إن جميع طلاب الكليات على اختلافها صاروا يتلقون دروسهم ضمن مبنى كلية الزراعة فقط، الأمر الذي تسبب بحالة اكتظاظ كبيرة بين الطلاب داخل المبنى. علاوة على سوء الخدمات، فلا مرافق صحية نظيفة والأوساخ تنتشر في كل مكان. أزمات وصعوبات كثيرة نقلها الطلاب، أبرزها أزمة السكن، إذ يضطر معظم الطلاب القادمين من خارج المدينة إلى استئجار منزل بمبلغ تجاوز 150,000 ليرة شهرياً، وذلك لعدم افتتاح السكن الجامعي، إذ لا تزال أعمال التأهيل مستمرة فيه منذ 4 أعوام. لا تنتهي معاناة الطلاب بإيجاد السكن، فالوصول إلى الجامعة معضلة أخرى، إذ لا تتوفر سوى 4 باصات تخدم كليات الجامعة من جميع محاور المدينة، وهي غير كافية. ومن يفوته هذا الباص فسيضطر إلى استئجار تاكسي بمبلغ يبدأ من 2,000 ليرة. طلاب من الجامعة قالوا لتلفزيون سوريا إنهم يتعرضون لتدخلات وملاحقات كبيرة من قبل عناصر الأمن، فضلاً عن توقيف العديد ممن انتهت مصدقات تأجيلهم ولم يتسنى لهم استصدار مصدقات ضمن المدة القانونية، علاوة على التعامل السيء من قبل اتحاد الطلبة معهم ومنعهم من الاعتراض على القرارات الجائرة بحقهم. لم تنتهي معاناة الطلاب هنا، فالنجاح في الجامعة أصبح حلماً مرهوناً بمزاجية المدرسين، بل وبابتزازهم للطلاب بدفع روش ومبالغ كبيرة عن طريق سماسرة مختصين، ومن ينتقد أو يعترض فمصيره المحتوم هو الفصل أو الحرمان من أداء الامتحان. ينضم إلينا نورس العرفي، مدير وكالة مصدر الإخبارية من اسطنبول. أهلاً بك. أهلاً بك أيام، أهلاً بك وبالسادة المشاهدين. حدثنا عن عدد الطلاب حالياً في جامعة الفرات وأبرز مشاكلهم. حقيقة التي ذكرتموها بالتقرير هي بعض المشاكل التي يعاني منها الطلاب في جامعة الفرات. هذا الأمر ليس جديداً، هو قديم، لكن مع دخول قوات أخرى إن صح التعبير وهي الروسية والإيرانية، أو إن أردنا الترتيب الدقيق فهي الإيرانية والروسية، أصبح الأمر أكثر تعقيداً. فالطلاب من أي ناحية التعقيد؟ الذين ينجحون يتم مساعدة التعقيد من ناحية أيهم يسير نظام التشيع على كل شيء، المدارس على كل شيء، أي الطالب الذي أهله يقولون نحن تشيعنا، أو الطالب الذي يميل إلى الشيعة، هذا أموره تتسير بشكل سريع. أما باقي الطلاب الذين يرفضون ذلك، يرفضون التشيع، الذين لديهم أدنى حس وطني أو أدنى رفض لهذه الإجراءات، يتم تعذيبهم، يتم استبعادهم، يتم ترسيبهم، ناهيك عن الرشة التي للأسف أصبحت فوق الطاولة، ربما كانت سابقا في جامعة الفرات تحت الطاولة، الآن أصبحت فوق الطاولة. ففساد. وبالنسبة لموضوع السكن الجامعي، السكن الجامعي هم لا يريدون إنهائه، ليس الوضع بأن عملية الترميم صعبة، يمكن ترميمه بأقل التكاليف، فقط يحوي الطلاب الذين يريدون الدراسة، لكن هي عبارة عن منهجية ليست من القائمين في دير الزور فقط، بل هي منهجية من نظام الأسد بالعمل على إتلاف التعليم، العمل على جعل التعليم عبارة عن
عبارة عن لا أعلم التعبير الدقيق، كأن من يريد أن يتعلم كأنه يحفر بالصخر. فهي عبارة عن حرب من قبل نظام الأسد ومن لف لفة طبعا الإيرانيين. ماذا عن الكادر التدريسي الموجود، يعني إمكانياته والرواتب اللي عم يتقاضاها؟ الكادر التدريسي حقيقة الجيدون منهم إما خرجوا خارج سوريا أو خرجوا على التقاعد. طبعا جل الكادر التدريسي ليسوا جيدين، لا أقول الجميع، أن قلبت والجمع لغة الحمقى، لا أقول الجميع، لكن حقيقة السمة الأبرز والأكبر هي لأناس يعني فاسدين، لأناس ليس لديهم المقومات كما كان سابقا في جامعة الفرات. نحن نعلم ما حصل خلال العشر سنين، لا كثير من دكاترة الجامعة إما خرجوا خارج سوريا أو اعتقلوا مع الأسف أو تمت تصفيتهم أو الآن خرجوا على التقاعد، الآن يجلسون في بيوتهم. فجاءت هذه جاء الجيل الجديد إن صح التعبير خلال هذه العشر سنوات، الذين تربوا الآن، بدأوا بالفعل نستطيع أن نقول تربوا على أيدي إيران وروسيا. هو المشكلة أستاذ، نعم المشكلة أستاذ النورس ليس بالجيل الجديد، ولكن المشكلة بوصول بعض هؤلاء الأساتذة أو المعلمين إلى التعليم عن طريق الواسطة كما ذكرت، وهن غير مؤهلين أساسا طبعا كما ذكرنا بعضهم. ولكن بالنسبة للوضع التعليمي في الجامعة، بالنسبة للإمكانيات المتاحة، كما ذكرنا بالتقرير جزء كبير من الجامعة مهدم. نعم حقيقة نحن نعلم بأن في الدول المتقدمة يتم تخصيص الميزانية الأكبر من أجل التعليم، من أجل تطوير الأجيال وتطوير المجتمع. فنحن نعلم بأن التعليم هو الذي يقوم بنهضة الأمم ونهضة الدولة. هذا الأمر غير موجود في سوريا، غير موجود في قانون النظام. لو ليس من أولويات نظام الأسد أن يتم تطوير التعليم، على العكس تماما، هي عبارة عن منهجية يسير عليها نظام الأسد، تسير عليها إيران. بالنسبة للتعليم، هم يريدون تعليم الملالي فقط، ما يتم تعليمه من قبل الملالي، ما يتم تعليمه على أيدي الشيعة الذين يدرسون، يريدون الناس فقط كالذين يأتون من إيران، يعطونهم مفتاح الجنة ويذهبوا يسمعوا لما يقول الخميني وما تقول الملالي. فهي أستاذين عبارة عن منهجية من نظام الأسد. الجامعة مدمرة، هناك كثير من الأمور تم إصلاحها وتم ترميمها، لكن الجامعة لا يريدون ترميمها بل يريدون أن تبقى هكذا. هل صحيح أنه يعني لا يوجد قاعات للطلبة، و مثل ما شفنا بالتقرير يعني المرافق العامة مهدمة متسخة، حالة البنى التحتية بشكل عام كيف هي؟ وضع مزري زميل أيهان. حقيقة مهما تحدثنا عن الوضع السيء بالنسبة للقاعات، بالنسبة للتدفئة في فصل الشتاء، بالنسبة للمرافق العامة، الوضع جدا سيء، حتى بالنسبة لوضع النقل الذي ذكرتموه. أيضا هناك معاناة كبيرة، الطلاب ليسوا من مدينة دير الزور فقط، هناك طلاب يأتوا من القرى المحيطة بالمدينة. فوضع المواصلات، وضع التدفئة، وضع المياه، حتى وضع المياه والكهرباء، كل هذا لا يوجد أي أولوية للجامعة. نحن نعلم بأن الجامعة يجب أن يكون لها أولوية، لا، الأولوية تكون لأفرع الأمن، تكون لمبنى المحافظة، تكون للدفاع الوطني، لفراس العراقية وعناصره. أما بالنسبة للجامعة فهي ليست أولوية أبدا، لا من ناحية الكهرباء ولا من ناحية التدفئة ولا من ناحية الترميم ولا المرافق الصحية ولا حتى المواصلات. كما قلت لك، حقيقة هي عبارة عن منهجية يتبعها نظام الأسد لإعادة التعليم إلى الوراء. هي منهجية ليست جديدة أستاذ أيام، هي منهجية قديمة يتبعها نظام الأسد الأب، وتابع عليها نظام الأسد الإبن بالفساد المستشري بجامعة الفرات، وليس جامعة الفرات، الفساد المستشري بكل الجامعات السورية حقيقة. ذكر بعض الطلاب أن هناك صعوبات في السنة الأخيرة، يعني بالتخرج خاصة، في صعوبات، عم يعانوا من صعوبات، ما هي هذه الصعوبات ولماذا؟ الصعوبات هي بدفع الرشة للأسف. للأسف أصبحت هي على فوق الطاولة كما قلنا. صعوبات أيضا
ببعض كليات يجب أن يقدم الطالب مشروع، صعوبات بتوفير المواد اللازمة للمشروع، صعوبات بالوضع المادي للطلاب الذين يريدون القيام بمثل هذه المشاريع للتخرج. السنة الأخيرة إن تم تخريج الطالب فالطالب أصبح حرا، لا يمكن للجامعة أو إدارة الجامعة أو لوزارة التعليم العالي أن تفرض سيطرتها عليه. سيذهب إلى نقابة، النظام الأسد يحكم السيطرة من طلاع البعث إلى شبيبة الثورة، نعم صحيح، إلى اتحاد الطلبة، ومن ثم بماذا يمسكنا؟ بالنقابات، يجب أن تدخل نقابة محامين مهندسين وجميعها تابعة للنظام طبعا. لذلك يصعبون الأمر في السنة الأخيرة لكي يبقوا مسيطرين على هذا الطالب. فمن ناحية يريدون دفع الرشا الأكثر لتخرج الطالب، من ناحية أخرى الوضع المادي التعيس الذي لا يسمح للطلاب نحن نعلم بأن السنة الأخيرة تكون تكاليفها أعلى وأكبر بالنسبة احتياجات للمتطلبات، فالوضع المادي الصعب حقيقة من ناحية، والفساد المستشري من ناحية أخرى، فهم لا يريدون أن يتخرج هذا الطالب ويذهب ويمكن بعد نعم بعد ما يتخرج في عنده راح تواجهه مشكلة التجنيد والتجنيد الإجباري وسحبه إلى العسكرية. ما وضع هذا يعني ما وضع الشباب؟ نعم، وضع التجنيد الإجباري أستاذ أيام هو معضلة أخرى. أيضا هذا الأمر يتبع للرشا وللواسطة، الطالب الذي لديه واسطة أو الذي يقوم بدفع الرشا ليس لديه مشكلة، لكن باقي الطلاب الذين يفتقدون لهذين الأمرين يواجهون المشاكل بانتهاء المصدقات، عدم التجديد المصدقات، حتى الذين أوراقهم نظامية. أنت إن لم تكن موالي للتيار الشيعي وأنت بين أصدقائك تقول الشيعة ونحن لسنا شيعة ونحن مسلمون سنة، يبدأ نقل هذه الأخبار، هنا هذا الشخص يكون كمان تأكيد. في جواسيس على الطلاب معناها؟ نعم، مع الأسف هناك جواسيس على الطلاب، هناك جواسيس حتى على الكادر التدريسي نفسه، الكادر التدريسي لا يستطيع أن يتحدث كما يريد، وهناك الجواسيس كنا نعرف الجواسيس تابعة للنظام، تابعة للأمن العسكري، الأمن الجوي، الآن أيهم أصبح هناك جواسيس لإيران، وهناك جواسيس للجيش الوطني، وهناك جواسيس لروسيا، لم يعد يعرف الطلاب على من أي جواسيس يخافون. صحيح. فإن كان يريد أن يتحدث على أي جهة يخاف من الجواسيس التابعة لها. تماما. شكرا لك نورس العرفي، مدير وكالة مصدر الإخبارية، كنت معنا من اسطنبول.